لو احنا عايزين بقى نكريت الداتابيز بتاعتنا او نكونكت عليها، احنا عملنا var mongo require mongo db خلاص، وكده احنا استدعينا المونجو بتاعتنا عشان نقدر نشتغل عليها. ماشي، مفترض المونجو دي بتديني حاجه اسمها المونجو كلاينت عشان اقدر اكونكت على المونجو بتاعتي. فممكن اقول له دوت مونجو كلاينت، زي ما احنا شايفين كده في مونجو ايرور مونجوز، انا عايز مونجو كلاينت. يبقى خلاص ده بقى كده كلاينت بيكونكت على المونجو بتاعتي. ماشي، هاي هنا جوه السيرفر وعامل ايه؟ هقول له اول حاجه عايزين ناخدها بالمونجو، في حاجات كتير جدا من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها اللي هي كونكت. يا مونجو انا عايز اعمل كونكت، افتح قوس، قال لي اديني اليو ار ال اللي انت عايز تكونكت عليه. قلت له ماشي، اليو ار ال ده اللي هو وسيله الاتصال، زي ما قلنا احنا السيت اب ده نزلنا المونجو دي بي اللي هو التليفون، دي وسيله الاتصال اللي هتتم ما بين المونجو وما بين النود جي اس. الكونكشن سترنج او اليو ار ال هنا هو بقى رقم التليفون، بس احنا طبعا ما بنكتبش رقم تليفون، لكن بنكتب مونجو دي بي ونقطتين وبعد كده سلاش سلاش وتكتب اسم السيرفر او الاي بي بتاع السيرفر. احنا طبعا بالنسبه لنا لوكال هوست لان احنا نازلين على نفس السيرفر، وتحط الاي بي، الاي بي الديفولت لو انت ما غيرتوش 27.0.17 خلاص، وسلاش، وبعد كده تكتب اسم مين؟ اسم الداتابيز اللي انت عاملها او اللي انت عايزها او انت عايز تكريتها. عندنا مثلا نختار تيست دي بي، مثلا تيست دي بي فور اكزامبل، يعني تيست دي بي كده عملت مونجو دوت كونكت، اديته اليو ار ال وخلصنا. يبقى اليو ار ال مونجو دي بي دوت كولون ومونجو دي بي كولون وسلاش سلاش لوكال هوست لوكال هوست وكولون والبورت وسلاش اسم الداتابيز اللي انت عايز تكريتها او اللي انت عايز تعمل لها كونكشن. تمام، بعد كده بنعمل ايه؟ الكول باك فانكشن. الكول باك فانكشن اللي هتفاير اول ما تحاول تعمل كونكشن بترجع لها حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي ايرور مش مشكله، والداتابيز ذات نفسها لو انت عايز تشتغل عليها، او احنا ما بنسميش الداتابيز بصراحه اي كونكشن، يعني انا بفضل ان انا اسميه كونكشن خلاص، اللي هو تقدر تعمل بقى منه عمليات معينه هنتكلم عليها كده. هو الفانكشن بقى بتاعت الكول باك، طبعا ببساطه هقول له اف ان في اي ايرور حصل هتريتيرن ليا كونسول دوت ايرور، هيطبع لي فيه الايرور ده. ماشي، وخلصنا. اما لو الدنيا تمام فهقول له الداتابيز يعني هطبع مثلا على الكونكشن، او اقول له في الريزلت دوت رايت كونكتد سكسسفولي، طبعا ده في حاله ان هو كله تمام. لو الحاله طبعا لان لو كان في ايرور كان هيطلع ايرور، فممكن اقول له ريسبونس دوت اند عشان اوقف، وبعد كده ممكن اقول له يا كونكشن اللي احنا عملناه دوت، هلاقي الكونكشن بتاعي فيه حاجه اسمها كلوز، يعني اقفل خلاص. ممكن اكونكت انا اصلا اوكي مش كونكتد، يعني ممكن اسال هو از كونكتد ولا لا، ممكن اعمل لوج اوت، ممكن اعمل حاجات كده يعني من خلال. فانا هقول له كونكشن دوت ايه كلوز، اقفل خلاص، انت بالنسبه لي كله تمام. خلصنا كلام جميل. اعمل ايه؟ عايزك اشغل الكونكشن ده. اخش على الفايلز بتاعتي، مش عارف كانت فين، على المكان اللي عامل فيه الفايلات بتاعتي الاكزامبلز، وادي المونجو اهو، وادي الفايل الوحيد اللي هو كونكت وكرييتد دي بي. ف افتح الشيل دي، واقول له يا نود عايزك تشغل ملف اللي اسمه كونكت او كرييت الدي بي دوت جي اس. قال لي في ايرور في المديول بتاعك في السطر كام مش عارف، المهم يعني cannot find the module اللي اسمه مونجو دي بي، ما شافوش اصلا من اساسه. ماشي،
كده المديول ده ما هوش موجود، يبقى كده حصل مشكلة ايه في الانستليشن. المفروض الانستليشن مظبوط. ده جي ان شينز بشكل عام قال لي برضه نفس المرة الكلام دوت المرة اللي فاتت. طب تاني معلش حاول ترن تاني. برضه مش شايف المديول. طيب انا هنزله في نفس في الباص ده يعني جوه الفولدر ده نفسه. يعني هعمل npm follow install mongo db ماشي. هتلاقي طبعا رمالي package log dot json وعمالي node modules ورمالي الحاجات كده تخص المونجو دي بي كمديول. طبعا انا عشان ما عملتش سلاش جي فهو ما سطبوش بشكل عام، سطبه جوه البروجكت بتاعي. قلت له ماشي انا ما يهمنيش ده، انا يهمني ان انا ارن الفايل يعني اقول له نود واقول له سبيس كونكت كريت داتابيز جي اس كده اهو. اقدر دلوقتي اقوم السيرفر بتاعي يعني اقول له لوكال هوست 8080 قال لي كونكتد سكسسفلي. طبعا لو انا عايز اقوله ايه، لو انا بكونكت على داتابيز نيو داتابيز مثلا خلاص سيفت كده انا اعتبر بكاري داتابيز جديده. طب لو ما لقاهاش هيكاريتها لك. طب خد بالك المونجو بطبيعه حاله ما بيكاريتش داتابيز غير ما ترمي جواها حاجه، يعني مش هتشوفها غير لما نكاري التيبل. او يعني التيبل ده بالنسبه لنا في المونجو دي كولكشن، يعني عشان نكاري الكولكشن عشان نشتغل عليه لازم تكون المونجو ايه يعني لازم تكون داتابيز موجوده كده اي كلام فيك. يعني اول ما ترمي كولكشن تبدا تتكرر فعليا وتبدا تشتغل عليها. يعني لو جينا عملنا كده دلوقتي وعملنا كولكشن تاني بس من اول السيرفر قال لي كونكتد سكسسفلي هو شغال، يعني مفيش عندي مشكله. انك لو رحت هنا ممكن اعمل ريفرش كده مش هتلاقي اي حاجه نزلت، بس لما اجي نرمي كولكشن ان شاء الله هتبان معانا بدون ايه بدون مشكله. لكن المشكله ان الداتابيز كده بالنسبه لنا تعتبر ايه يعني اعتبرها اكزيست بالطريقه دي يعني موجوده. يعني لما نكري الكولكشن ان شاء الله اللي هو التيبل هنلاقي الدنيا معانا بقت ايه بقت افضل من كده ان شاء الله، او يعني بقت الداتابيز تبدا تبان يعني.